مرحبا بكل متابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في مباشرة هنا من نواحي خميس الزمامرة، اللي غادي نشوفوا واحد الحالة مأساوية، حالة إنسانية كتعيش في هذا البيت هذا. سيدة يعني بكل صراحة تعيش الإهمال وتعيش، هي مختلة عقليا، عندها مرض عقلي بين واحد الزمراء. الان غادي نشوفوا هذه الحاله هذه كيفاش كتعيش، وكذلك غادي ناخذوا الراي ديال الاخت ديالها والعائله ديالها، اللي الحق كما كتشوفوا مباشره هنا من كما كتشوفوا هذه الحاله، هذه الحاله الانسانيه. انا بكل صراحه ما كتهرب لي الهضره ملي كنشوف هذه الحوايج هذو. كما كتشوفوا هذه السيده مسكينه راه مختله عقليا، لا حول ولا قوه الا بالله. العائله ديالها كيناشدوا جمعيات المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني باش يدخلوا ويشوفوا. شو غير الاخت ديالها جات من ساكنه في مدينه اخرى وجات عند الاخت ديالها باش تشوف هذه المعاناه ديالها. غادي ندخل البيت عندها ونشوفوا كيفاش كتعيش هذه السيده هذه. كما كنشوفوا شنو مسكينه فين كتعيش. يعني شوف بيت اي للسقوط، يعني ما عندها لا حنين لا رحيم هنايا. يعني شوف كيفاش يعيش وسط الام ديالها مسكينه، راه عمات لا حول ولا قوه الا بالله، انها كتعيش هنايا في هذا الوضع كارثي. يعني مسكينة شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. كما يعني ما عندها لا حنين لا رحيم، باركة بوحدها هنايا، ما كاين حتى واحد. عندها أخ كذلك مختل عقليا، حتى هما يقولك مازال هذاك كيدبر على راسو تياكلو كاهي مسكينة هنايا، كيطلب هنايا كتبقى هنايا كتاكل داك الشيء ديالها، داك البوراز ديالها وداك الشيء كهنا. يعني اشياء صادمه اللي تعطيها الاخت ديالها. كنتمنى اخواني بارطاجيو معنا بقوه هذا اللايف هذا باش يوصل المسؤولين، باش يوصل الناس ديال الصحه، باش الناس ديال جامعه ولاد السبيطه، دائره الزمامره. كما كتشوفوا هذه الحاله، يعني شوف كما كنشوفوا ان الوضع بيت آيل للسقوط. يعني حتى هاد الغرفة هادي راه بصراحة ما تقدرش تريح فيها بديك الريحة الكريهة، لأن عايشة بوحدها هنايا، تقدر تكون معرضة للإغتصاب، علم الله شنو تيوقع عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنتمنى من قلوب الرحمة ومن الحالات والناس الجمعيات أنهم يبادروا أنهم يخرجوا هاد السيدة يديوها لشي مستشفى عقلي، الأمراض العقلية، أو يعني شي بلاصه اللي خرجها برا. يعني كما كتشوفوا هنا راه كاين بير، تقدر في اي لحظه تقدر هذا راه بير تقدر تطيح فيه. هذا راه بئر تقدر تطيح فيه شي نهار. راه لا الى لا مسكينه، حتى البنيه الجسمانيه ديالها تقدر تدخل هنايا وتقدر كما كتشوفوا هذه الحاله هذه. لا كنتمنوا من الناس القلوب الرحمه، الجمعيات، الهيئات، انهم يهتموا بهذه الفئه هذه. اللي بصراحه انا لاول مره غادي نحضر شي مشهد مؤلم بحال هذا. هذه الاخت ديالها كتعيش في مدينه الجديده، سيده متزوجه ولا ابناء، يعني ما غاديش تقابل هنا. كتقول لك
ما غاديش تقابل هنا ظروف العمل والوليدات كذا كذا. غتحكي لنا الاخت ديالها اشياء صادمه عن المستشفى، الامراض العقليه بالزمامره، كيفاش تعاملوا مع هذه الحاله الانسانيه. هنا رساله موجهه للمعنيه بالامر. هذه الحاله تذكرني بحاله خريبكه. هذه الحاله تذكر بالحاله التي تم تصويرها من طرف قناه شو تي في بخريبكه، والحمد لله تمت الاستجابه الى المطالب ديالهم، وجاوا جمعيات خيريه تكلفوا بها ودوها. كنتمنى كذلك من المسؤولين ديال اقليم سيدي بنور انهم يلتفتوا لها ويجيو السيده يعتقوها. خلاها على طبيعتها باش الناس تشوف الطبيعه ديالها. المسكينه ما كتخرجش يعني، ومعرضه تقدر، هذه معرضه، لان كنشوفوا الوحوش الادميه اللي اصبحوا كيستغلوا هاد النساء لعدم امراض عقليه، وتيمارسوا عليهم الشواذ الجنسيه ديالهم والكبت الجنسي ديالهم. ما بغيناش، الاخت ديالها كتقول لك يمكن ان تعرض لهذا الشيء، ممكن انها تكون تعرضت للاغتصاب، تعرضت لهتك العرض، تعرضت للممارسه الجنسيه وحشيه من طرف بعض الادميين، لان التلبيه اللي كتكون فيها ما كاينش احتياطات، ما كاينش اللي حاضيها اصلا. الام ديالها مسكينه عمات كما كتشوفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنتمنى من الناس ديال الزمامرة تكون عندهم غيرة على هاد الحالة هادي كما كتشوفوا مسكينة. كاين غير واحد المرة مسكينة جارتهم هنا، حتى هي مرة كتجي تطل عليهم وعند اختها والاخ ديالها راه تو غنقدروا نشوف. شوف يعني اي حاجه كتاكلها، اي حاجه كتلقاها مسكينه كتاكلها، اي حاجه كتلقاها كتاكلها، اي حاجه كتلقاها كتاكلها، اي حاجه كتاكلها. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني حتى داك البراز ديالها اللي تنقولوا كتلقاه كتاكل، الغيط ديالها كتاكلو. يعني شوف اي حاجه كتقدر تهزها تاكلها، يعني حتى يعني الجسم ديالها كما كتشوف كيولا. كنتمنى من الاخوان بارطاجيو الله يخليكم. حنا ما عمرنا قلنا الاخوان انه يبارطاجيو، كاين بارطاجيو هذا اللايف هذا باش يوصل للمسؤولين ويوصل للقلوب الرحمه. في الحقيقه ما عمرني حضرت لهذه الحالات، ولكن للاسف يعني اي حاجه تلقات الحجر تاكلو. اللي لقاتو كتاكلو. كنتمنى والله يخليكم الاخوان اللي عنده شي مساعده انسانيه، اللي عنده شي حاجه انه يساندها. فين مشات؟ فين؟ يعني اي حاجه غتلقاها غتاكلها، تراب، عواد، حجر. يعني كما كتقول جارتك كتقول مسكجيه في الليل اللي كتسد عليها، ما كاينش اللي غيجيب لها ما تاكل. كاين خوها تا هو مختل عقليا،
بوحده هنايا يقدر هنايا انهم يجيو ينقزوا ويجيو يقدر يجيو الجيران او بعض المتسكين يجيو يقصروا هنا لان ما كاينش اللي يحبسهم. هذا كي غادي يقدر يجي يهز الباب يحلو يجيبو يجي هنايا ويريحو. اخي مريضه بعد مرض عقلاني في الضوء. لا ما تخافش انا عارف شوف يعني لا عايش يعني في خطر يعني الدار ما فيهاش الضوء ياك ما فيهاش الضوء الدار الحمد لله. كما كتشوف شو مسكين شو الحاله ديالو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو مسكين فين تكمدات يعني شو الحاله. غادي ناخذوا الاخت ديالها اللي غتحكي لينا تفاصيل هذا الشيء. اجي اختي عندنا الله يخليك. السلام عليكم تفضلي. بسم الله. الاخت ديال المريضه تعرفنا بالواقع اللي عاشتو الاخت ديالها وكيفاش من مشات للمستشفى بالزمام راه كيفاش تعاملوا معاها. تفضلي. بسم الله السلام عليكم. خويا هاد السيده اختي مسكينه وجيت مريضه اللي كانت مقابلاها تخلات على دابا هادي تقريبا عام مرضات مسكينه بالقلب وعمات من عينيها وديتها عندي شديتها وانا ما يمكنش نشد امي واختي وعندي وليدات وعندي حتى انا الكره ومسكينه هانتوما كما كتشوفوا هي مكرفسه هنا مشيت للسبيطار ديال خميس زمامره طبع لي الشيخ ورقه والخيط الساعه اللي مشيت لعند الطبيبه وقف مول لابيلانس وهي تقول مول لابيلانس شحال جيب قال لها جيب ثلاثه قالت لي الطبيبه هذيك انا ما عرفتها طبيبه اولا فرمليه قالت لي كتجيب لي بالجمله يعني هما شي حاجه اللي هي كراف بحال اختي ما يدخلوهاش. اشنو كيختاروا في داك السبيطار ديال الزمامره الا شي واحد هو اختصاصي في امراض العقليه ولكن الا شي واحد هكا بحال اختي يقدروا ما يدخلوش اللي الانسان اللي هو عاقل باقي شاد هو اللي كيدخلوه. قالت لك انا هاد السيده ما نشدهاش وما ندخلهاش علاش حاله خطيره يعني شافتها ضعيفه واللي هي حاله خطيره يمكن لكم نتوما تصيفطوني طبعوا لي وصيفطوني كاين جديده كاين فين تعالج ماشي تلوحوها مسكينه. لا جروا عليا قالت المخزني الشاف تاع المخزنيه واقف قالت لي خرجي عليا برا جوج دريات صغار تا هما قد بناتي تا هما بداو كيجروا لي من كتافي فرمليات قالوا لي خرجي برا علينا. صرت انا كنبكي هذاك الفرملي مسكين هذاك الشاف تاع المخزنيه حيت شاف الظلم ما بقى قدر يدوز طبيبه او اللي يدوزني انا واللي يقول لي داكشي اللي قالت لي خرجي عليا برا هذاك الشاف ديال المخزنيه قال لي صبري اختي صبري الله يرحم لك الوالدين صبري. هي هذيك اخويا وقفني الشيخ تا هو شاهد الشيخ ديال القبيله شاف هادشي بعينيه ومول لابيلانس تخلع تخلع عرفتي غادي بيا مسكين والدهشه اللي وقف وبغى يحط حنا ثلاثه المرضى اللي دينا واحد سيد من لا جوج واحد من الغنادره ما واحد مع اثنين تا هو اختي الساعه اللي وقف مول لابيلانس قال لها انا شحال جايب لك ولكن في نفس الوقت خايف منهم خايف منهم شحال غادي حيت هي كتقول لي متقاش قالت لي كتجيب لي بالجمله هذه ما عرفت طبيبه ولا فرمليه. المهم تخاصمت معايا الساعه اللي دخلنا لداخل عند الطبيب قالت لي طبعوا لي ورقه عطوني واحد الورقه قال لي اختي حنا ما نشدوهاش صافي وجراو عليا جيت بحال هذه. انا هاد الطبيبه هي الطبيب اللي جراو عليا انا السبيطار ديال زمارو بغيت نعرفو ياك هو اختصاصي في الامراض العقليه وهاد السيده علاش يلوحوها لما لاحوها حشومه
حشومه. دابا هي هاد الطبيبه.